ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء؟ لا بأس بذلك، الله أباح تحلي للنساء مطلقا ولم يقيده. ومن ينسه في الحلية وهو في الخصام غيرهم، يعني النساء أنها محتاجة للحلية، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم المحلق وغيره. كانت النساء في عهد الرسول يلبسن الخواتم وهي محلقة، الخواتم محلقة، القلائد محلقة، فلا دليل مع من يمنع الذهب المحلق.